بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل باقي أجهزة الكنترول فور بارتيكوليت ماترز، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت الجهاز بتاع الجرافيتي. النهاردة نتكلم على السايكلون فلترز اللي هو الفلترز الحلزوني. بعد البيزك اوف سايكلون فلتر، أسس هذا الجهاز مالتي سايكلونز، وهنتكلم على الادفانتجز اند ديز ادفانتجز اوف سايكلون فلترز. اول حاجه البيزك اوف سايكلون، السايكلون بيعتمد منلي على السنترفيوجال فورس. زي ما انت شايف هذا الشكل قدامنا، ممكن بتعود انت تشوف مثل هذا الشكل في اماكن كتير جدا زي مصانع الاسمنت والكلام ده، بتلاقي فيها مثل هذه الاجهزه السايكلون. السايكلون بيعتمد في فكره عمله على ايه؟ ان انا الهواء او الغاز المحمل بيدخل هنا، فبيخش بياخد على شكل دوامات بهذا الشكل المرسوم قدامنا، فبتتناثر نتيجه السنترفيوجال اكشن الجزيئات بتاعه البارتكل على الحوائط بتاعه السايكلونز، وبعدين تتجمع تحت عندنا في الجزء اللي واخد شكل المخروطي ده، وبنبدا نسحبها او نجمعها بعد كده. دي اول فكره عندنا، انه بيعتمد على السنترفيوجال اكشن زي ما قلنا، على تاثير قوه السنترفيوجال فورس تو سيبريت البي ام فروم داستي جازز. ات هاز تانجنشال انلت زي ما شفنا مدخل تو ذا سلندريكال بادي. البارتكلز ار ثرون زي ما قلنا بترتبي وتلتقط في الحوائط باي سنترفيوجال فورس. Some designs use single tangential gas inlet and others use fixed fan. في بعض الأحيان إحنا بنزود المدخل ده بريش توجيه علشان أوجه بالطريقة اللي تديني more centrifugal force. Most effective for 5 إلى 200 micron diameters particles، يعني ده بيبدأ يلتقط الجسيمات اللي هي من 5 لحد 200 مايكرون. يبقى هذا الجهاز اذا وصلنا للمقارنه مع الجهاز اللي اتكلمنا عليه اللي هو الجرافيتي سيتلينج تشامبرز، بلاقي ان ده بدا يلتقط جسيمات ادق شويه. هناك كنا بنلتقط من 10 او من 12 فيما فوق، النهارده بنلتقط من اول 5 مايكرون، وده يعتبر ان انا بدات اتحسن شويه في كميه البارتيكوليت ماتر اللي ممكن اقدر التقطها. طبعا الشكل اللي قدامنا ده بيبين المسقط لمثل هذا الجهاز، وبيديني الاجزاء اللي موجوده عندنا. ادى عندي ادى الانلت فان، ادى عندنا السيلنت اللي هو العزل اللي موجود عندنا، ادى عندنا الكوليكشن تيوب اللي هي التيوب بتدي تجمع فيها، وادى عندنا اللي هو السباير سايكلونز اللي بيعمل عندي السايكلون، وده عندنا المسقط الاخر. والفكرة اللي موجودة عندنا زي ما قلنا انه الغاز بيجي هنا بيتخش من اول هنا، يبدأ الدوامات تحصل عندي، فبيتعرض الى centrifugal force acts on particle as the particle moves in the arc. يعني عندنا بنلاقي ان بيتعرض الى centrifugal force يلف ويرتطم بالحوائط وابتدي يتجمع في الكوليكتنج تيوب اللي موجودة عندنا. بدي فكرة عمل السايكلون فلتر. طب ايه مزايا وعيوب مثل هذا الجهاز اللي هي الادفانتجز اوف سايكلون فلتر؟ اول حاجه ان هي سيميلر، يبقى الكلام اللي اتكلمنا على السيتلينج تشامبر هو تقريبا نفس الكلام اللي اتكلمه على السايكلون. لو اوبريشنالز اند كونستراكشن كوست، برضه تكلفته قليله لان ما فيش عندي اي اجهزه بستخدمها او اي بستخدمها، بس انا عندي الميزه اللي فيه هنا هاي Removal efficiency 90%. احنا شفنا اللي هناك كان 70%، ده 90% للبارتكلز اكتر من 20 مايكرون. التمبريتشرز رينجز من 25 الى حد 1000، يعني ممكن يقدر يشتغل على الغازات من اول 25 درجة مئوية لحد 1000 درجة مئوية. احنا هناك كان هناك قلنا لحد 540 درجة مئوية. هاي كاباستي، يبقى انا عندي ممكن يستحمل لودز كبير جدا. Easy maintenance with continuous operation. Used effectively for removal liquid droplet from gases. الميزة اللي أضيفت لده إنه أنا بقدر أشيل قطرات liquids من الغازات، ودي ميزة ما كانتش موجودة في الجهاز اللي قبل كده اللي هو
الجرافيتي سيتلين تشامبرز. طب ايه العيوب بتاعه؟ low efficiency for air prone particle finer than 5 micron. ما زلنا انه هذا الجهاز ما بيقدرش يلتقط الجسيمات اللي القطر بتاعها اقل من 5 مايكرون. لما نيجي نتكلم على الديزاين بيزك اوف سايكلونز والفاكتورز افكتنج على الكولكشن افشنسي، وهنتكلم على بعد كده على نوع جديد من المرشحات اللي هو السكرابر فلترز او اللي هي فلاتر غسيل الهواء. لما نيجي زي ما احنا شفنا البيزك ديزاين اوف سايكلون فلتر زي ما قلنا هو بيعتمد مينلي على السنترفيوجال فورس. لما نيجي نشوف السرعات بتاعه الدخول من 40 الى 65 قدم بير سكند، وعند الاوتلت من 4 الى 8 قدم بير سكند. Import of rectangular and width is one half the height. يبقى الجزء اللي عندنا العرض بتاعنا is one half نصف الهايت. Cylindrical body length الجزء الاسطواني اللي احنا شفناه is two or three times the body diameter. يبقى انا عندي القطر هنا بتاعنا اللي هو بالشكل ده، الجزء اللي كان جاي عامل كده ده، لو عندي ده القطر وعندي ده الهايت فانا عندي الارتفاع بتاعي بيكون في حدود من مرتين الى ثلاث مرات. الجاز اوتلت فيلوسيتي من 55 الى 65 فيت بير سكند. اوتلت تيوب لينس المخرج بتاع التيوب من 1.5 الى 1.5 تايم هايت اوف ذا جاز اوتلت. زاويه الكون اللي موجوده عندنا التيبل دي في حدود 60 درجه مئويه. القانون بتاع السنترفيوجال اكشن الجزء بيكون عنده ماس في الاكسليشن والدور هيديني ام في سكوير على ار، حيث الاف السنترفيوجال فورس، الام الماس اوف بارتكل، الفي الفلوسيتي اوف بارتكل، والار الراديوس اوف سايكلون بادي. وهي دي القوه اللي بتاثر على ان انا بدفع البارتكلز انها تروح يمه الحوائط بتاعت الجزء الاسطواني عندنا، وبعد كده تتجمع في الجزء الكولكتنج تيوب اللي موجود عندنا اسفل سلندريكال تيوب. إن شاء الله المرة القادمة نستكمل باقي هذا الموضوع وباقي أجهزة التحكم في البارتيكوليت ماتر.